أسعد الله مساءكم. موجز الهم الأباء من التناصح، أعلن مركز الطب الميداني والدعم عن إصابة 4 أشخاص من العمالة الوافدة من دولة النيجر إثر استهداف ميليشيا مجرم الحرب حفتر لمنطقة عين زارة السبت. وأوضح المركز بأن المستشفى الجامعي طرابلس استقبل مواطنا تعرض لإصابة نتيجة سقوط قذيفة عشوائية في منطقة 7. يذكر أن ميليشيا مجرم حرب حفتر استهدفت الجمعة الأحياء السكنية في أبو سليم وعين زارة بصواريخ الجراد. صرح المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني الجمعة بأن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع تابعة لميليشيا مجرم الحرب حفتر. وأضاف المدني بأن الضربات كانت دقيقة حيث استهدفت مقر سرية الجحيم التابعة للمدعو عبد الرحيم الكاني، كما استهدفت أيضا مقرا كانت تستخدمه ميليشيا مجرم الحرب حفتر في صيانة وتركيب السلاح. تمكن سلاح الجو الليبي الجمعة من تدمير شاحنة وقود وآلية عسكرية تابعة لميليشيا مجرم الحرب حفتر بالقرب من مدينة بنوليد. وبحسب المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد الملك المدني، فإن هذه الضربات تأتي ضمن سلسلة قطع الإمدادات على ميليشيا مجرم الحرب حفتر في جنوب العاصمة طرابلس. يذكر أن سلاح الجو قد حذر من أي تحركات أخرى وإنه سيتعامل مع كل تحركات مشبوهة بشكل مباشر. بحث أمر غرفة عملية سرت والجفرة العميد إبراهيم بتلمال دراسة بعض النقاط الفنية والمتعلقة بالمستجدات الميدانية خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بأعضاء غرفة العمليات الميدانية بمنطقة بوغرين الجمعة، حيث قام بتلمال وبرفقة بعض أعضاء الغرفة بجولة ميدانية الجمعة في بعض المحاور لمساندة قوات الجيش المرابطين في جبهات القتال وفق ما نقلته غرفة عمليات سرت والجفرة. استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت عدد 42 عينة للتحقق من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المركز أنه بعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وأن جميع الحالات خالية من فيروس كورونا المستجد. هذا ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن بيان إعلان نتائج العينات سيتم نشره يوميا فترة الظهيرة، وذلك لتغيير توقيت جداول عمل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال أيام شهر رمضان المبارك. هذا موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.